السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت متخصص في البرامج التعليمية المجانية، يعني هو حط لك كل البرامج اللي ممكن تفيدك في التعليم مجاني تقدر انت تحملها. في حاجات مثلا برامج خاصة بالاوفيس، فتختار من هنا يبدأ يجيب لك البرامج الاوفيس اللي انت ممكن تسطبها عندك مجانا وتشاركها مع الطلبة. ممكن اقول لا انا عايز حاجة تانية من البرامج دي كلها، هي انت بقى تبدأ تختار ايه الحاجة اللي انت عايزها. ممكن البلاتفورم، ممكن تقول انا عايز البرامج تشتغل على الاندرويد بس، فيبدأ ان هو يفلتر لك الحاجات الخاصة بالاندرويد اللي تقدر تسطبها على الاندرويد. ممكن تقول انا عايز الحاجات اللي هي ارت، فيها رسم، فيها فن، فيبدأ ان هو يفلترها لك الحاجات الخاصة بالارت. نعمل باك مثلا الرياضة ماثماتكس، فيبدأ يجيب لك البرامج الخاصة بالماثماتكس الحاجات اللي هي الهندسية. في مثلا برامج ساينس، فيبدأ يجيب لك البرامج ديت.